يمكن استمروا في هذا المسيرة تاع التنمية يولي بترولنا ما يكفيناش. احنا الغاز كيف كيف اليوم تشوف 3 ملايين سكنة اللي توزعت كلها بالغاز دوفيل. شوف استهلاك الغاز كيفاش طلع. الغاز وصل القرى، وصل المداشر، وصل في قمم جرجرة، في قمم الورفنيس، قمم الأوراس. اليوم راه فيه رفاه. الناس اللي كانت متعافرة مع القرعة نتاع الغاز هذه، اليوم هذه كلها غيرت النظرة في الغاز والبترول. أداة نتاع تنمية بشرية، ولكن خلاص ما كانش متعافر مع القرعة نهائيا على حسابه. والغاز وصل للجبال، الجرجرة، الوسنيس، للقرى، لكل مكان. ديكش من الغاز أقلع قمات نكرت يقرعونون زميرات يقرحي وماسي وقال لا يظهر نغم كارسن قدام منه ونزميرانا ونسعارا كن نتاوي باش نسكر الأرواح لنا إن شاء الله. ديكش من الغاز هي غادي فاك في الحيفة يدي غلينا كان أكني فرح المرة كزمورانا أظن نفرحوا ما نكون. هو حلم جميع سكان مختلف قرى بلدية الأفلاي بأن يتنعموا يوما بغاز المدينة، وبالتالي توديع متاعب البحث عن قارورة غاز البوتان التي أنهكت العائلات، لا سيما عندما تشتد بهم الظروف المناخية قساوة. كنا شي شرمون طان شي نورمال سوالي ما زيد في الاول الناس قرات شي جافيك الغاز بيتان قرات شوفري بون الغاز فيل على كل حال يلحق الدهور هاي تسوفري الناس. هذه هذا قرى كاين مدن هو معترفين وزيرهم للبترول معترف بان فقط 56% في سكيكدا ولايه الغاز اللي منها يتصدر الغاز قالوا 56 او قالوا 60% اللي عندهم الغاز، معناها 40% ما عندهمش في سكيكدا على البحر.